أكدت عائلة أبو كمال شجبها ورفضها لمحاولة التطاول من قبل النظام القطري على السيادة الوطنية لمملكة البحرين. أكدت عائلة أبو كمال ولاءها المطلق لقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى، مؤكدة أن كل فرد في العائلة رهن إشارة جلالته ناذرين الأنفس والأرواح دفاعا عن قيادته وعن عزة وكرامة تراب الوطن.